أريير بلان. سعداء سعداء باستقبال الدكتور محمد الربحي المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. دكتور محمد الربحي شكرا لك على تلبية دعوتنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك شحات، مرحبا بشخنيفة، مرحبا بالسادة المستمعين. نحب نجدد الافتخار بهذه الهيئة لأنه مشروع كنا نحلم به تحقق والحمد لله، هيئة وطنية تجمع كل المتدخلين في عملية السلامة والمراقبة وجودة ما يقدم للمواطن التونسي والسهر على سلامته من مختلف المواقع. معناها تصوروا انتم كل المنتوجات حتى اللي تجي من الخارج تاخذ على المراقبة متاعكم انتم دكتور، هكا ولا لا؟ وهو كذلك سي حاتم، وهو كذلك. هو بارك الله فيكم على الاستضافة، لا محالة، وحشناكم المدة الفارطة لأنكم ديما في البال، ونعرفوكم ديما تتابعوا في الحيثيات تاع المراقبة وصحة المستهلك هي شغلكم الشاغل. احنا الحقيقة البرنامج هو باقي يتنفذ كيف ما تم الإعداد به مسبقا، والعمليات الرقابية الحقيقة تشهد منذ ولا حال قبل برمضان بأكثر من شهر بدينا، ولكن بداية من اليوم الأول من شهر رمضان بدأت تحقيق العمليات الرقابية الرسمية في شكل تصاعدي، وهمت معناها كل المحلات المفتوحة للعموم ذات طابع غذائي. تعرف في رمضان حتى من عادات تتبدل، فما عديد المحلات اللي كان يشغل نوع معين في رمضان يبدل وتولي إسلامي خارق بشكوت وترشنوه مقرور حلويات كذا ملسوقة من عارش يستغل الفرصة هذه به. وهو كذلك، ولكن الحمد لله هما تحت المجهر. أنا نحكي على المحلات اللي هي مفتوحة للعموم وعندها عناوين وعندها هوية إلى غير ذلك. هذوما الحقيقة إلى حد الآن تم القيام بأكثر من 12,000 عملية رقابية رسمية على كافة تراب على كامل تراب الجمهورية، ومست كل هذه المحلات. طبيعي دكتور محمد الربحي، المراقبين كان كل واحد يراقب وحده، انتم مجمعين الان المراقبة اللي متعلقة بالمنتوجات الغذائية وسلامتها مجمعين في الهيئة الوطنية، هكا ولا لا؟ وهو كذلك شحات، تو حصريا عملية مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية هي من مشمولات الهيئة حصريا، وبالتالي ما عادش فما تداخل. كل ما حتى ولو صار يعني ملاحظة إشكاليات أو وقوف على بيع مواد ظاهريا غير صالحة يتم توقيفها من طرف الضابطة العادية لغدان، ولكن بعد تأخذ الهيئة المشعل وتكمل الإجراءات، لأنه قانونيا الهيئة هي الهيكل الوحيد المخول له متابعة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمفعول القانون عدد 25 لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وغذية الحيوانات. احنا العديد من الإشكاليات الحقيقة تمت ملاحظتها. أكثر من 12,000 مراقبة رسمية، شنو اللي سجلتوا؟ شنو الأرقام؟ شيء الملاحظات العامة اللي ننبه منها واللي نحسس بها المواطن أنه يرد باله منها؟ زادة صحيح الهيئة تقوم بواجبها و12 ألف مراقبة رقم كبير، لكن زادة المواطن يزمه يكون فيجيلون، مش باسيف معناها. اي نعم، وهو كذلك العديد الإشكاليات تم الوقوف عليها، من ذلك أنه تم تسجيل 1200 وضعية مخلة بالسلامة الصحية للمنتجات من خلال عدم احترامها في الممارسات الجيدة والمتعلقة بالأعداد والحفظ والخزن والعرض إلى غير ذلك. يعني وهل الإخلالات هذه اللي تم تسجيلها مكنتنا من اتخاذ عديد الإجراءات وتعتبر نوعا ما عقوبات، في عقوبات إدارية، في عقوبات يعني جزائية إلى غير ذلك. إلى حد الآن تم حجز كمية مهولة الحقيقة نسبيا
أكثر من 140 إلى حد الآن طن من المواد الغذائية غير الصالحة للسلاك، تم حجزها وإتلافها بمقتضى القانون. كيف كيف تم تحرير 101 محضر عدلي، يعني محاضر مش سهل باش نتكلم على محضر عدلي، لأن فيه تتبعات قضائية، فيه خطايا، فيه سجن إلى غير ذلك، يعني أكثر من 100 محضر ما هو شوي. كيف كيف خلال الفترة المقضية من شهر رمضان الفضيل تم غلق 27 محل مفتوح للعموم مخل بالإجراءات الصحية إلى غير ذلك، وأصبح يمثل خطر على نوعية المادة الغذائية، وبالتالي يمكن أنها تمثل مشكل صحي للمستهلك. كيف كيف احنا وقت اللي الحالات أو الوضعيات المخلة بالصحة ما عندهاش تأثير مباشر على صحة على نوعية المادة الغذائية وما تمثلش خطر، احنا نعطيه تنبيه كتابية. التنبيه هذه مشفوعة بأجال حسب النقائص باش يقوم تلافيها إلى غير ذلك، وتصير المتابعة إذا كان تجاوب ما فماش مشكل، إذا ما تجاوبش وقتها الحل هو نتخذ العقوبات خاصة منها الغلط إلى غير ذلك. احنا انت سألتني على شنية أهم النقائص أو أهم الإخلالات باش المواطن المستهلك يكون على بينة منها، معناها الأسباب الرئيسية بتاع الحجز والإتلاف هي أما نوعية المواد الأولية، يعني المواد الأولية اللي تم استعمالها غير صالحة للاستهلاك، سواء كان في علاقة بتوريخ الأقصى للاستهلاك، أو تظهر عليها علامات الفساد، أو التأشير يكون غير مطابق إلى غير ذلك، أو معناها يتم تكون مخزنة في ظروف غير صحية بالمرة، فيها أكل المحلات بتاع التخزين فيها أكل الليميديتي يعني الرطوبة كثرة، وهذه من شأنها أنها تخلي هك الفطريات موجودة، وبالتالي الفطريات هذه تسيب هك الفضلات بتاعها في شكل سموم على مستوى المواد الغذائية وتم استهلاكها. صحيح ما تعملش تسممات غذائية حادة، ولكن تعمل التسممات بطيئة، سواء كان على المدى المتوسط أو البعيد، وهذه مخطرة. احنا في المدة الأخيرة زاد كيف كيف للأسف تم تسجيل بعض البؤر في ولاية من ولايات الجنوب من جراء استهلاك اكل شو اسمه البن والرايب الى غير ذلك اللي يتباع صبا. للاسف تعرف انت الحليب هو ماده سريعه التعفن، واذا كان ما يتمش المحافظه عليها سواء كان في علاقه بالاكل التعبئه يعبيوها في اكل الاواني الغير صحيه، او ما يحبوهاش في الثلاجه، تعرف انت خاصه الفتره الاخيره سخونة شوية في الجنوب طبيعي يقع التلوث متاعها والتعفن متاعها بسرعة، أكعلاش تم تسجيل بعض البؤر متاع التسممات الغذائية. وكنتكلم على بؤر جافيل جافيل وهكا قلت لي جافيل خليفة مسالم وشو آخر في ولا مونيتر ولا مونيتر في الحليب، شنو الحكاية دي؟ لا هو احنا لا محالة، هذه نعمله في البحوث، هذه معناها على مستوى هك المحلات اللي هي تبيع رسميا تنجم تصير، هو تنجم تصير، ولكن احنا التسممات الغذائية اللي صارت هي مفعول تلوث جرثومي، يعني فيه تلوث جرثومي ينم على عدم احترام هك شروط حفظ الصحة اثناء الممارسة والمباشرة إلى غير ذلك، وهذا الشيء اللي يخلي علاش هي تعمل تسممات غذائية حادة، لأن هاك الوقت اللي تبدأ فما تلوث جرثومي مفعول الحرارة، معناها أكل التلوث يكثر بسرعة وتولي المادة اللي نستهلكوها فيها جرثومي. إذن ما شديتوش حاجة في حليب فيه الجافيل ولا مونيترا؟
لا لا لا, لا معناها واضح. لا لا حقيقة بالنسبة للفترة هذه ما فماش حليب فيه جبال وإلا مونيتر. لا 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 اللي حبيت نسأل أنا قداش أعوان الهيئة بمثل هذه القيمة, قداش عندها من عون مراقبة, وهل المحلات هذه تجي معناها تمشوا تفقدوها نتاج تبليغ متاع المواطنين أو بالصدفة وبالمعاينات هكا في المراقبة؟ لا هو فيه كل شيء. أول حاجة عدد المراقبين معناها أقل من 500 بشوي, لمحال العدد ما هوش كثير, ولكن بحكم أنه ولا اختصاص ما عادش كما قبل كل شيء تعمل تراقبه, توا كل ما عنده سلامة بالمواد الغذائية سواء كان على مستوى السوق الداخلية على مستوى التوريد على مستوى التصدير نوعا ما وقت بدأت الاختصاص هذا ما عادش تشوف كل شيء. الأسعار, الأسعار مش تبعتكم أنتم مثال؟ لا لا الأسعار هي من مشمولات المراقبة الاقتصادية. لا الاقتصادية. وزارة انتوما التجارة أنتم المنتوجات الغذائية وسلامتها والمحافظة على صحة المستهلك وحتى اللي جاي من الخارج أنتم اللي تعملوا المعاينة التامة والمتابعة والتحاليل وكل صغيرة وكبيرة متعلقة بها هكا ولا لا؟ هذا هو بما فيها صحة بما فيها المياه, الماء صالح للشرب, المياه المعلبة, المياه المعالجة, المياه المستعملة المعالجة المعادة استعمالها لأغراض فلاحية, هذه كلها زادة من مشمولات الهيئة حصرية. المياه صالحة للشرب عملتوا لها تحاليل في المدة الأخيرة تمنى جودتها لباس؟ لا الحمد لله. لا الحمد لله الحمد لله طبيعي وقت احنا اذا كان حاجه تمس بالصحه نتخذ الاجراء مباشره, ولكن في المطلق الامور لباس, والمياه نتاع الموزعه عن طريق الشركه الوطنيه للاستغلال توزيع المياه والهندسه الريفيه هي فيها معناها مبدا السلام. خلال شهر رمضان ما عملتوا حتى إشارة لها باش تعمل التدخل اللازم؟ ما فهمش هكا ولا لا؟ ولا فهم؟ معنى ما فهمش حاجات كبيرة كبير. تستدعي أن نقولها, ولكن حاجات عادية ما تأثرش على صحة المواطن بصفة كبيرة, ولكن حتى وإن كان ثم نقائص احنا يتم تداولها ويتم تناولها. نعم. مباشرة معناها مع في المياه المعدنية. المياه المعدنية شكينا في نوعية معينة تم حجزها كمية كبيرة وما سيبناها للسوق إلا بعد ما تثبتنا من نوعيتها إلى غير ذلك, وبالتالي والحمد لله ما وجدناش فيها مشكلة. دونك احنا وزيد الحاجة الباهية هو أنه احنا القانون هو تبنى على مبدأ تقييم المخاطر تحليل المخاطر ومبدأ الحيطة والحذر والاسترسال, يعني احنا وقت اللي نشكوا في حاجة القانون خولنا باش نحجزوها وقتيا. بالضبط. عندكم الاستباق, عندكم الاستباق العملية الاستباقية زادة موجود. هو في حاتم القانون هو وقائي بالأساس. شكرا لحضرتك دكتور محمد الرابحية المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية مع تحياتي.